طيب دكتور باسم، انت شايف كده من وجهة نظرك مين انسب شخصية ممكن تعمل الدور ده قريبة منه شوية؟ والله هي الناس كلها كانت بتتكلم ان هو شبه هشام سليم، جدا. لما انا عملته طلع فعلا قريب شوية من الشبه، بس هو الشكل مش كل حاجة. هو اعتقد مع مخرج زي استاذ عمرو سلامة وسيناريست كويس اي حد ممكن يظبط الدور. يعني احنا عندنا ناس مواهب قامات يعني في مصر، مع اخراج ممتاز استاذ عمرو سلامة، لا انا مطمن اي حد ممكن صح يظبط الدور. تمام. يعني انا واحد من الناس مثلا، انا واحد من الناس مثلا شايفه الفنان الكبير العبقري محمود البزاوي، انا ده من مخيلتي انا مثلا. الله. بحسه هو مثقف وهادي وجميل، وتحس هو يعني وهو بيتكلم او يعني اللي قرا الروايات كويس هيحسه هو، ما اعرفش دي من وجهه نظري انا، ممكن كل واحد ليه وجهة نظر، فاروق ممكن يكون شايفه من وجهة نظر تانية حد تاني. لكن باسم انت شايف ان هو يعني اقرب حد ممكن من وجهة نظرك كده او مخيلتك هو هشام سليم؟ لا هو كشكلا هشام سليم، بس هو زي ما حضرتك قلت استاذ محمود بزاوي، استاذ طبعا هشام سليم، استاذ عبد العزيز مخيون، سيد رجب، نبيل الحلفاوي. نبيل الحلفاوي يعني طبعا استاذ نبيل الحلفاوي جميل، وانا كنت بقول سيد رجب قبل الهوى برضه، خلي بالك. تمام. لا الناس دي كلها يعني مواهب كبيره جدا يعني، ده حقيقي. بس هي مع سيناريو كويس ممتاز طبعا، الاخراج اي شخصيه ممكن تقنع الناس بيها يعني. ولازم يبقى برضه الكاركتر يبقى مثقف، اللي هو المثقف اللي هو شكله وطريقه كلامه فيها ثقافه شويه، عشان كده كنت بسترس على ناس معينين حتى قبل الهوا واحنا بنتكلم، لازم يبقى مثقف قوي، لازم تبقى طريقته او كلامه او مشيته او الحاجات دي تبقى متطابقه مع الروايات اللي احنا قريناها وعشنا فيها. ايوه صح. ودكتور لف العالم كله، دكتور امراض دم لف العالم كله وشاف كل حاجه بالظبط، فبالتالي لازم الشخصيه تبين الطباع ده بالظبط. يعني دي من اهم الحاجات يعني اللي انا شايفها. شكرا جدا طبعا. وبرضه يعني انا احب اشكر طبعا كل الناس اللي علقت عندي واللي سبب في الريتش دي، والناس اللي بعتت لي، وطبعا حضراتكم يعني. شكرا يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. نورتنا جدا يا دكتور والله، وبالتوفيق يا رب ليك. شكرا جدا.